السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتعلم شلون ننزل بيانات الوذر داتا باستخدام موقع ناسا باور القمر الصناعي لناسا. أول شيء نكتب هذا بالحقل ريسيرش بالنسبة لجوجل ناسا باور فور وذر جنريشن، راح تطلع لنا قائمة البحث بهذا الشكل. نختار أول خيار اللي هو ناسا باور برودكشن وورلد وايد انرجي. بعد ما نختار هذا الحقل راح يطلع لنا هنا هالشكل هذا. راح ننزل داتا اكسس فيور، نختار هذا الخيار. بعد ما نختار هذا الخيار راح يبين لنا اول شيء احنا نقدر عن طريق موقع ناسا نحدد ايضا مواقع الستيشنات، يعني هذا الشيء كلش مهم. انا احدد اني وين اريد الستيشن اللي احتاجه، يعني مثلا كان يكون انت ما حصلت، مثلا كان تكون منطقة دراستك خارج بلدك، او كانت تكون منطقة دراستك بها مسنك عالي او غيرها، فتحتاج انت محطات متواجدة بهاي يعني المنطقة. فشنو تسوي اول خطوة تسويها؟ انا احدد المحطات. شلون احددها؟ هسه راح نجي نتعلم خطوة خطوة. نروح على البيس ماب جاليري، احدد البيس ماب اللي هو النوع الاول اللي هو المدرسي with labels، نختارها. بعد ما اختاريناها نروح نحدد منطقة الدراسة. وين منطقتي مال الدراسة؟ لا على التعيين، هسه انا راح اخذ اي مكان كأن تكون منطقة دراستي. انا اليوم هنا باليونتايتد ستيت، تمام، راح انه اوسع هنا. هسه وين منطقة دراستي؟ هنا. كأن هسه انا مثلا اريد ادرس هاي المنطقة، قلنا يتطبق على اي يعني انت استدعاء تحتاجه. فهنا دا نلاحظ انه انا هسه احتاجيت ادرس على هاي المنطقة، تمام عيني. فشنو اسوي؟ اروح افتح جدول اكسل، اي جدول اكسل متوفر عندي حتى اوفر بيه لاتيتيود لانجتيود. شلون هذا قصدين بيه؟ اوكي هسه راح نجي حتى تكون واضحة امامكم. اول شيء انا افعل هذا الـ يعني حتى النقاط. انا هسه اريد اليوم ادرس بهاي المنطقة، فاريد ستيشنات خلال اكيد حتى محطات، انا محطات مناخية او يسموها الستيشن اوف وذر داتا لازم توفر عندي على طول منطقة الدراسة. فشلون راح اوفر هاي المحطات؟ انا كل محطة من اوفرها احتاج لها ابعادها اللي احنا نسميها اللانجتيود واللاتيتيود. فشنو اسوي حتى ما يعني تصير الخطوات متسلسلة؟ اروح افتح ملف اكسل اسمي بي المحطات. هذا الشيء راح يخدمني بمن يخدمني؟ هسه راح نجي نوضحها. جي اي اس ريكويرمنت، هسه هنا وذر ستيشن اسوي انت اللي يعني اللي تاخذه، يعني فد شيء خاص بيك اطلاقا ما له احد، يعني فد مثل ما نقول انت شلون ترتبها، بس هاي افضل طريقه ترتيب. نسمي مثلا نفتح فد ملف اكسل ونسمي محطات منطقه الدراسه. هسه راح نجي على المحطات. المحطه الاولى مثلا، على محطه راح نجي، كل محطه اختارها يعطيني لها لانجتيود ولاتيتيود، تمام عيني. لاتيتيود يعطيني لها ولانجتيود. شلون هاي انطنياها؟ ارجع للموقع، انا قلت هاي هسه منطقة دراستي، تمام، اريد اختار، فاختار هاي باور سنجل بوينت، منها باور سنجل بوينت اختاريتها، ظهر لي بالجانب، فاختار. طبعا بالمناسبة عندك خيارات انت شو تريد تنزل، بما انه بياناتك تريد تنزلها وذر داتا فتختار نيبل انرجي. شنو نوع البيانات تريد تنزلها انت؟ شهري، يومي، سنوي، مناخي، تختار حسب انت احتياجك لبحثك او احتياجك حتى تكمل دراستك بيه او تكمل مشروعك بيه. فهسه نجي بعدين دا يقول لك انه دخل اللاتيتود واللانجتيود اور حدد لي النقطة حتى انا انطيك اياهن. فهسه تختار انت هذا الخيار. انا خلال هاي منطقة الدراسة مثلا خلينا نقول هاي منطقة دراستي راح اختار عدة نقاط. النقطة الاولى هنا مثلا حددتها، هاي النقطة اللي حددتها أنا راح يعطيني إلها لانجتيود ولاتيتيود، أروح أحفظهن أسميها أنا أول نقطة هاي بمنطقة الدراسة، فأروح أفتح الأكسل أسميها واحد، أنطيها شقد اللانجتيود مالتها أخذه من هنا، أرجع لهنا أقول له هذا كوبي أخذنه، كوبي أنطيه وأخذنه وأروح أسيفه هنا، واللاتيتيود مالتها بصفها. بعد ذلك بعد ما حددت النقطة الأولى اروح ايضا اختار وين احط نقطه ثانيه، مثلا احتاج هنا هاي النقطه اللي اختاريتها ايضا راح يعطيني لانجتيود لاتيتيود لها، ايضا راح اخزنهم. بعد ذلك الى ان مثلا خلينا نقول جمعت فد 10 نقاط،
طبعا النقاط اللي انت تختارها اكو فد عدة طرق انه اني احدد الاستيشنات لازم تكون تحت تأثير نطاق المنطقة. يعني انا مثلا مو منطقة دراستي هنا واخذ محطة هنا، لا هذا الشيء غلط. اكو برنامج يساعد بهذا الموضوع اسمه الووتر شيد موديلنج سيستم، ايضا ممكن انه واحد يستخدمه حتى يحدد له النقاط الواقعة ضمن تأثير ضمن تأثير النطاق، النقاط الاستيشنات الواقعة ضمن تأثير النطاق. فبعد ما أنت تحدد كم نقطة تحتاج، مثلا خلينا نقول أنا أحتاج 10 استيشنات، حددت فد 10 استيشنات لكل استيشن من أضغط عليها بهاي المنطقة أحتاج إلها لانجتيود ولاتيتيود، تمام؟ أروح أثبتهن بجدول الأكسل حتى ما يضيعن عندي، حفظتهن. هسه أروح أنزل البيانات، أروح على نقطة نقطة حددتها أني، أروح من هنا أنسخ اللاتيتيود واللانجتيود مالتها أكتبهن هنا، راح تظهر لي نفس النقطة. أروح أحدد البيانات، بالمناسبة موقع ناسا باور يعطيك البيانات من 1981 بس مو من بدايتها، من شهر السادس. فأنت أما تبدي من الشهر السادس أو تبدي مثلا من 82، تمام؟ إلى حد 21 شهر السادس، العفو 21 موجودة كاملة لحد الآن، يعني أقصد آني إذا بالفيديو تشوفونه مستقبلا يعني فأكيد راح تنزل بيانات أحدث. فلاحظ شهر يعني حد 22 هسه الان نلاحظ احنا موجوده 22 انه تلقائيا هاي خيار 22، لكن بما المنتهي جانوري عندنا بها فبروري مارش ابريل ماي جون جولاي، اخر شيء جولاي، يا يوم يوم 15 موجود بها. فتلقائيا انت تقدر تنزل هذا، تمام عيني، تحدد يا سنه تحتاجها انت، او مثلا تحتاج انت اخر 10 سنوات اللي هي مثلا خلينا نقول من 2010 الى انت من حقك، لكن هو يوفر بياناته، هو مطيق خيار انه انا بياناتي متوفره من 1981 الى 2022 يعني حاليا، اكيد ب 2023 راح توفر اكثر وغيرها. نجي على الصيغه اللي يريدك تنزل بها انت البيانات، يعني انت شو تريد البيانات من راح ينزل لك اياها الخاصه بالمنطقه، بيا صيغه تنزل لك. عندك هاي عده صيغ، نحن دائما يعني بالعاده نختار صيغه الاكسل، فانت حسب يا صيغه اللي تلائمك تنزل بيها، يعني لا مو فد شيء شرطي او اجباري. نختار البارامترات اللي احنا نريد ننزلها من هذا الموقع لهاي الستيشنات اللي حددناها. فعندنا احنا هسه خمسه، مثلا الاولى اذا تحتاج السولار راديشن الاشعاع الشمسي حسب دراستك، انت ايش تتطلب دراستك يا اشعاع شمسي من عتن تحدده تروح بعد ذا. بالمناسبة مطيق خيار قال لك لازم البارامترات اللي تختارهم العدد مالتهم 20 بارامتر، ما يتجاوزن 20 بارامتر. مثلا التمبرتشر ايش تحتاج انت بالتمبرتشر، تحتاج الماكسيموم والمينيموم مثلا لا على التعيين حددتهم، انا اسوي لهم سيلكت هسه مثلا. اروح بعدهم الى خيار مثلا الصقيط والهيوميديتي، مثلا احتاج انا سبيسيفيك هيوميديتي واحتاج صقيط، تمام حددتهم. بعد مثلا احتاج ويند بريشر، اذا احتاج ويند بريشر مثلا السيرفيس بريشر مثلا، المهم لازم عدد البارامترات عندي ما يتجاوز ال 20 بارامتر. بعد ما حددت هاي النقاط وكملتهن اروح امشي انا اختار. هسه دا يقول لي هنا حدد لي سبيسيفايد داتا، لازم اروح ارجع اني هذا هنا عندي سبيسيفايد داتا، دا يقول لي اني منين تبدي. هسه اريد اني مثلا خليني اقول مثلا لا على التعيين خل أبلش بال 2007، 2007 مثلا يوم 2، أنتهي متى مثلا بال 21 كذا يوم، تمام؟ لا على التعيين، مجرد هسه تلقائيا دا يسوي لي صبمت، يقول لي أنزل لك البيانات، نعم أضغط منها تنزل البيانات، بعد ما أضغط عليها أروح أقدر أحملها بشكل ملف أكسل. هاي أسهل طريقة لموقع ناسا باور، تقدر من خلاله تنزل البيانات وكذلك تحدد نقاط. انه أنا احدد الستيشنات الخاصة بمنطقة الدراسة، هاي كلش يعني موضوع مهم، وان شاء الله اكون بهاي المحاضرة قدرت اوضح لكم ولو شيء بسيط جدا. المناسبة بعد معاناة لمدة يعني تقريبا شهر ونص الى انه مرات الانسان يحتاج وقت كثير جدا حتى يوصل للمعلومة، يعني ان شاء الله تم راح تسمع لهذا الفيديو راح يختصر عليك وقت جدا طويل، ممكن هاي المعلومات انت حتى تدورها وحتى تبحثها وحتى تلقاها تاخذ الكثير من الوقت، لكن انت بهذا الفيديو تقدر تستلمها خلال خطوات او يعني وقت قليل جدا. التقيكم بمحاضرات اخرى، حاولوا تنشرون هذه الفيديوهات الى زملائكم اللي يحتاجونها واللي يكون صلب اختصاصهم قريب من هذا الموضوع.
دمتم بأمان الله وحفظه.